بعد نظر أرسى قواعد الدولة الحديثة ومحطة نقلت الكويت بخطوات متسارعة إلى النهضة التنموية البارزة، طموح قادة أكملته عزيمة شعب لعلو الوطن وسموه. 25 من شهر فبراير ذكرى العيد الوطني. اللحظات الخالدة في التاريخ هي دروس للأجيال، منها تؤخذ القيم وتمضي مستفيدة من تجارب السابقين ومتسلحة بما لديها من عزم ويقين لتحقق طموحاتها في كل مجال، واستقلال الكويت أحد هذه اللحظات. 25 من شهر فبراير ذكرى العيد الوطني.